أهلا بكم إلى أهم أخبار المغرب، وهذه عناوينها: سكان أزلال يرفضون تنظيم مهرجان في ظل العطش، سرقة زورق مطاطي تورط 3 مغاربة مع الحرس الإسباني، وتعيين الفرنسي ليبوف مدربا للبؤات أقل من 23 عاما. تظاهر سكان من دواوير جماعة تامدا نومرسيد بأزلال أمام مقر الجماعة احتجاجاً على تردي أوضاعهم الاجتماعية وطلباً لتنزيل الوعود الانتخابية ورفضاً لمهرجان تعتزم الجماعة تنظيمه في ظل الوضع الحالي الموسوم بالعطاشة وفق ما نقلته مصادر إعلامية محلية. ألقى الحرس المدني الإسباني في مليليا القبض على 4 أشخاص أحدهم إسبانية الجنسية وثلاثة مغاربة للتورط في سرقة زورق مطاطية تقدر قيمته المالية بحوالي 100,000 يورو على ساحل الميريا وفق وسائل إعلام إسبانية. لقي راعي أغنام شاب مصرعه بعد تعرضه لصاعقة رعدية حيث كان يرعى قطيعه قرب دوار باب الأربعاء قبل أن يحتمي من الأمطار الخفيفة تحت شجرة كانت محملة بها عاصفة رعدية ضربت المنطقة بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية. شب حريق جديد بالمقطع الغابي بني رهام غرب غابة مغراوة في إقليم تازة ليرتفع حجم المساحات المتضررة من الحريق إلى 780 هكتارا من الغطاء الغابي من أشجار البلوط الأخضر والصنوبر الحلبية، وذلك وفق الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتازة. أعلن الفرنسي ديمتري ليبوف عبر حسابه في إنستغرام تعيينه مدربا للمنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم لأقل من 23 عاما بعقد يمتد لموسمين، وذلك في إطار سياسة الجماعة أو الجامعة المغربية للعبة لتطوير كرة القدم النسوية على المستوى الوطني. أقدم رجل ستيني على إضرام النار عمدا في جسده في كورنيش مدينة طنجة حيث قام بسكب مادة البنزين على جسده في محاولة لإشعال النار قبل أن تتدخل أعوان السلطة لإنقاذه وإخماد النيران ونقله إلى المستشفى. نهاية النشرة، في أمان الله.